السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سعيد بلقيكم أعزائي التلاميذ في هذه الحلقة الجديدة التي تهم دراسة الدوال العددية، ولهذا الغرض سوف نقوم بحل المسألة التالية. سوف نأخذ نموذج التالي، وكما تلاحظون هنا هذا النموذج يهم دراسة دالة عددية F، لكنه مكون من جزئين. الجزء الأول يهم دراسة دالة عددية جي التي هي دالة مساعدة، والهدف من هذا الجزء غالبا ما يكون هو تحديد إشارة الدالة جي أو تحديد إشارة تعبير معين. وبعد ذلك سوف نقوم بحل أو دراسة الدالة F. قبل أن نمر لمتابعة الأجوبة، أنصحكم أعزائي التلاميذ أن تقوموا بالحل، وبعد ذلك أن تقارنوا أجوبتكم بالأجوبة التي سوف تشاهدونها، وذلك حتى يتسنى لكم الاستفادة على الوجه الأكمل من هذا التمرين. إذا كما قلت سابقا، هنا هذه المسألة مكونة من جزئين. الجزء الأول يهم دالة جي التي تساوي x ناقص 1 ناقص جذر 2x زائد 1، وكذلك جزء ثاني الذي يهم دراسة الدالة f. نمر بحول الله إلى الأجوبة على أسئلة الجزء الأول. بالنسبة للسؤال الأول، لدينا تحديد نهاية ج عند زائد ما لا نهاية، وهنا نقوم بحساب النهاية. بالطبع لدينا نهاية ج هي نهاية x ناقص 1 ناقص جذر 2 x زائد 1، طبعا نحصل على شكل غير محدد، زائد ما لا نهاية ناقص ما لا نهاية، لذلك سوف نقوم بالتعميل ب x ونحصل على التعبير التالي. هذا التعبير الذي هو من السهل تحديد نهايته، لأن لدينا x عامل 1 ناقص 1 على x ناقص جذر 2 على x زائد 1 على x مربع. نهاية 1 على x، 2 على x، و 1 على x مربع زائد ما لا نهاية هي الصفر، وبالتالي فالنهاية هي زائد ما لا نهاية بكل سهولة. بالنسبة للسؤال الثاني، المطلوب هو حساب الدالة المشتقة للدالة ج على المجال ناقص 1 على 2 زائد ما لا نهاية. بالطبع لدينا ج بريم هي اشتقاق x ناقص 1 ناقص الجذر ديال 2 x زائد 1 لكل x من المجال المفتوح ناقص 1 على 2 زائد ما لا نهاية. اشتقاق x هو 1، اشتقاق 1 هو 0، واشتقاق جذر 2 x زائد 1 هو اشتقاق 2 x زائد 1 اللي هي 2 على 2 جذر 2 x زائد 1. بعد الاختزال نحصل على التعبير التالي. نقوم بتوحيد المقامات وبالضرب في المرافق، فنحصل على التعبير المطلوب الذي هو الجذر 2 x زائد 1 ناقص 1 على جذر 2 x زائد 1 التي تساوي 2 x على جذر 2 x زائد 1 عامل جذر 2 x زائد 1 زائد 1. بعد ذلك نقوم بدراسة تغيرات الدالة جي. لدينا على المجال ناقص 1 زائد ما لا نهاية جذر 2 x زائد 1 عامل جذر 2 x زائد 1 زائد 1 دائما موجبة قطعا، وبالتالي فإشارة جي بريم هي إشارة البسط. ومنه على المجال ناقص 1 على 2 0 جي بريم ل x أصغر من الصفر، وعلى المجال 0 زائد ما لا نهاية فجي بريم ل x أكبر من الصفر، ومنه جي تزايدية على المجال 0 زائد ما لا نهاية وتناقصية على المجال ناقص 1 على 2 0. الآن المطلوب هو حساب صورة العدد 4، ثم نبين أن جي سالبة على المجال ناقص 1 على 2 4 وموجبة قطعا على المجال 4 زائد ما لا نهاية. بالطبع هنا سوف نستخدم تغيرات الدالة جي، وسوف نقوم
قسمت هذا المجال إلى قسمين، المجال ناقص واحد على جوج صفر، والمجال صفر أربعة. بالطبع هنا لدينا الجدي الأربعة تساوي صفر، يكفي الحساب. الآن على المجال ناقص واحد على جوج صفر، جي تناقصية قطعا على هذا المجال، وبالتالي فلكل إكس ينتمي إلى هذا المجال ناقص واحد على جوج صفر، لدينا جي دو إكس محصورة ما بين جي ديال صفر والجي ديال ناقص واحد على جوج، الذي الشيء الذي يستلزم أن جي دو إكس أكبر قطعا من ناقص اثنان، وأصغر قطعا أصغر من أو تساوي ناقص ثلاثة على جوج، اللي هي أصغر قطعا من الصفر. وكذلك على المجال صفر أربعة لدينا الجي تزايدية، إذا لكل إكس من هذا المجال لدينا إكس أصغر من أربعة، تستلزم أن جي دو إكس أصغر من جي ديال أربعة من صورة العدد أربعة اللي هو صفر، وبالتالي فجي دو إكس أصغر من الصفر. ومنه فهنا بينا أن جي دو إكس أصغر من الصفر على المجال ناقص واحد صفر، وكذلك على المجال صفر أربعة، وبالتالي فمهما يكون إكس ينتمي إلى المجال ناقص واحد على جوج أربعة، جي دو إكس أصغر من الصفر. الآن على المجال الثاني أربعة زائد ما لا نهاية، لدينا جي تزايدية قطعا على هذا المجال، إذا إكس أكبر من أربعة تستلزم أن جي دو إكس أكبر من جي ديال أربعة، جي أربعة بالطبع هي صفر، الشيء الذي يستلزم أن جي دو إكس أكبر قطعا من الصفر، ومنه فالجي موجبة على المجال أربعة زائد ما لا نهاية. إذا هنا بينا أن الدالة جي هي دالة سالبة على المجال ناقص واحد على جوج أربعة، وموجبة على المجال أربعة زائد ما لا نهاية، وهذا كان هو الهدف من هذا الجزء الأول. بالنسبة للجزء الثاني الذي يهم دراسة الدالة F، لدينا F دي X تساوي X زائد 2 على جذر جوج X زائد 1 ناقص 1، والمطلوب هو تحديد مجموعة التعريف. وهنا لتحديد مجموعة التعريف يجب أن يكون المقام مخالفا للصفر، والتعبير جوج X زائد 1 أكبر من أو يساوي صفر. إذا لدينا F دي X قلنا هي x زائد جوج على جذر جوج x زائد واحد ناقص واحد، x ينتمي إلى d دو f تكافئ أن المقام يخالف الصفر، وجوج x زائد واحد أكبر من أو تساوي الصفر، الشيء الذي يكافئ أن x أكبر من ناقص واحد على جوج، وجوج x زائد واحد تخالف واحد، الشيء الذي يكافئ كذلك أن x أكبر من ناقص واحد على جوج، وx تخالف الصفر، ومنه فمجموعة التعريف هي المجال ناقص واحد على جوج صفر اتحاد صفر زائد ما لا نهاية. نمر للسؤال الثاني، وهنا المطلوب هو حساب النهايات عند محدات مجموعة التعريف، أي حساب النهاية عند زائد ما لا نهاية، وحساب النهاية في الصفر على اليمين وعلى اليسار. الآن لدينا النهاية عند زائد ما لا نهاية، بالتعويض نحصل على شكل غير محدد، وهنا سوف نقوم بالتعميل بجذر x في البسط والمقام، فنحصل على التعبير التالي. بالطبع بعد الاختزال نحصل على النهاية في زائد ما لا نهاية لجذر x زائد جوج على جذر x على جذر جوج زائد واحد على x ناقص واحد على جذر x. كما تلاحظون المقام يؤول إلى 2، البسط يؤول إلى زائد ما لا نهاية لأن جذر x تؤول إلى زائد ما لا نهاية، وجوج على جذر x تؤول إلى الصفر، ومنه فالنهاية هي زائد ما لا نهاية. الآن لدينا بالتعويض المباشر نهاية x عندما يؤول إلى الصفر زائد لf x هي نهاية ديال x زائد جوج على جذر جوج x زائد واحد ناقص واحد، بالتعويض نحصل على 2 في البسط وعلى صفر في المقام، ولدينا صفر بالطبع على اليمين صفر زائد، لأن جذر جوج x زائد واحد ناقص واحد عندما يؤول x إلى صفر بقيم موجبة، فهذا التعبير يكون موجبا
ومنه فلا نحصل على النهاية هي زائد ما لا نهاية. بنفس الطريقة نحصل على النهاية في على اليسار في الصفر هي ناقص ما لا نهاية، يكفي التعويض. إذا كنا نمر الآن لدراسة الفروع اللانهائية للمنحنى، وهنا لدينا نهاية f على يمين الصفر هي زائد ما لا نهاية، وكذلك نهاية f على يسار الصفر هي ناقص ما لا نهاية، وبالتالي فمنحنى f يقبل مقاربا عموديا معادلته x تساوي صفر. بالنسبة لزائد ما لا نهاية لدينا الليميت عندما تؤول x إلى زائد ما لا نهاية هي زائد ما لا نهاية، لذلك سوف نمر لحساب نهاية f دي x على x، ولدينا نهاية f دي x على x تساوي نهاية ديال x زائد 2 على x عامل جذر 2 x زائد 1 ناقص 1. هنا بالتعويض نحصل على شكل غير محدد، لذلك سوف نقوم بالتعميل بx فنحصل على التعبير التالي الذي يساوي الصفر. طبعا لدينا نهاية البسط هي 1 ونهاية المقام هي زائد ما لا نهاية، فالخارج نهايته هي الصفر، ومنه سأف يقبل فرعا شلجميا باتجاه محور الأفاصيل بجوار زائد ما لا نهاية. الآن نمر لدراسة قابلية الشقاق الدالة F على يمين نقطة X0 تساوي ناقص 1 على 2، وثم إعطاء تأويل هندسي لهذه النتيجة. لدراسة قابلية الاشتقاق في نقطة نقوم بحساب النهاية على يمين النقطة ناقص 1 على 2 لf دي x ناقص f ناقص 1 على 2 على x ناقص ناقص 1 على 2 اللي ستعطينا هي x زائد 1 على 2 اللي ستساوي نهاية التعبير التالي زائد 3 على 2، صورة ناقص 1 على 2 هي ناقص 3 على 2 على x زائد 1 على 2. سوف نقوم بتوحيد المقامات فنحصل على التعبير التالي: نهاية على يمين ناقص 1 على 2 لجوج إكس زائد 4 زائد 3 جذر جوج إكس زائد 1 ناقص 3 على جوج عامل إكس زائد 1 على 2 عامل جذر جوج إكس زائد 1 ناقص 1. بعد الاختزال نحصل على نهاية على دائما على يمين ناقص 1 على 2 لجوج إكس زائد 1 زائد 3 جذر جوج إكس زائد 1 على جوج إكس زائد 1 عامل جذر جوج إكس زائد 1 ناقص 1. نقوم بالتعميل بجذر جوج إكس زائد 1 كما تلاحظون هنا، وبعد الاختزال نحصل على النهاية التالية. الآن بالتعويض سوف نحصل على 3 لأن هنا غادي نحصل على صفر، على صفر ناقص، وهنا فالنهاية هي ناقص ما لا نهاية لأن هذا التعبير هو تعبير سالب، لأن الجذر جوج إكس زائد واحد بجوار ناقص واحد على جوج على اليمين يؤول إلى صفر موجب، وهذا العدد يؤول إلى ناقص واحد والجداء هو سالب، وبالتالي فالنهاية هي ناقص ما لا نهاية. ومنه وبالتالي فإن f غير قابلة للاشتقاق على اليمين في ناقص 1 على 2، والس f يقبل مماسا عموديا موجها نحو الأسفل على اليمين في ناقص 1 على 2. نمر الآن لحساب الدالة المشتقة للدالة f. إن لدينا لكل x ينتمي إلى المجال ناقص 1 على 2 0 اتحاد 0 زائد ما لا نهاية، f بريم دي x هي x زائد 2 بريم عامل الجذر 2 x زائد 1 ناقص 1 ناقص x زائد 2 عامل الجذر 2 x زائد 1 ناقص 1 بريم على الجذر 2 x زائد 1 ناقص 1 مربع، هنا اشتقاق خارج دالتين. فنحصل على جذر 2 x زائد 1 ناقص 1 لأن اشتقاق x زائد 2 هو 1 ناقص x زائد 2 عامل اشتقاق هذا التعبير الذي هو 2 على 2 جذر
جوج إكس زائد واحد، والكل بالطبع على الجذر ديال جوج إكس زائد واحد ناقص واحد مربع. بعد التبسيط نحصل على التعبير التالي، نقوم بالاختزال فنحصل على إكس ناقص واحد ناقص جذر جوج إكس زائد واحد على جذر جوج إكس زائد واحد عامل جذر جوج إكس زائد واحد ناقص واحد مربع، لتتساوي هي الدالة جي دو إكس على جذر جوج إكس زائد واحد عامل جذر جوج إكس زائد واحد ناقص واحد مربع، وهو التعبير المطلوب. إذا بعد حساب مشتقة الدالة إف نمر للسؤال الموالي، وهو تحديد جدول تغيرات الدالة إف. وهنا لدينا المقام هو دائما موجب، موجب قطعا على المجال دي اف محروم من نقطة ناقص واحد على جوج، وإشارة اف بريم هي إشارة جي، وإشارة جي قمنا بدراسة إشارتها في الجزء الأول، ووجدنا أن جي موجبة على المجال 4 زائد ما لا نهاية، وسالبة على المجال ناقص واحد 4، ومنها لدينا الجدول التالي. إذا اف بريم ستكون سالبة على المجال ناقص واحد على جوج صفر، وصفر زائد ما لا نهاية وهي غير معرفة في الصفر، وموجبة على المجال 4 زائد ما لا نهاية، ونحصل على جدول التغيرات. بعد ذلك سوف نمر للمنحنى، ولإنشاء المنحنى يجب أن نستحضر جميع العلاقات التي قمنا بتحديدها والنتائج، لأن المنحنى هو عبارة عن خلاصة لكل ما سبق. إذا بعد إنشاء معلم متعامد منظم نقوم بإنشاء المقاربات، هو على هذا الشكل. إذا لدينا مقارب عمودي X تتساوي صفر، لدينا مماس عمودي على اليمين في النقطة ناقص واحد على اثنان وهو موجه نحو الأسفل، ولدينا كذلك مماس أفقي في النقطة 4 3. إذا أعزائي التلاميذ، بعد إنشاء المنحنى نكون قد أنهينا هذا التمرين. أتمنى أن ألقاكم في حصة قادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.